السلام عليكم وسعد الله جميع اوقاتكم كل خير. اليوم ان شاء الله طالعين من نهر ترنك الى منطقه دالات اللي تبعد تقريبا 140 كيلو، لكن تستغرق في الطريق من 3 ساعات إلى 3 ساعات ونص على حسب نوع السياره وعلى حسب الزحمه اللي بتصادفها، لانها منطقه جبليه. وطريقه الوصول لها اما عن طريق المطار او عن طريق السياره، بحكم ان المنطقه 3 ساعات ما تحملنا نروح المطار ومن المطار نطلع المطار الثاني، فاخذنا سياره. كيف طيب السيارات اللي هنا؟ فيه النقل الجماعي الباصات الكبيره، وفيه باصات في اي بي او فانات في اي بي حق 9 ركاب، واسعارها من 25 الى 30 على حسب موقع كرسيك في الباص الفي اي بي. اما الباصات النقل الجماعي فاكيد انها اقل من 25 ريال للشخص الواحد. هذا لا اعزف طلع لك حي، اعزف ناصر. هذا طريقه الشاهي الفيتنامي، هذا الشاهي الفيتنامي. ما اشوف حلو. من حظنا ان الباص ما فيه الا 6 ركاب بدال 9، 2 هنا في المقعد الاخير وواحد قدام، يعني مسيطرين في الوسط، اللعب عندنا. هذا الباص من داخل غشونا، الاتفاق ان كان الباص 4 مقاعد هذه متقابله، لكن لا باس في ذلك، اهم شيء. طيار الباص من نهر ترنك الى دالات افضل بكثير من الطيران، لان الطيران بياخذ عليك وقت 4 ساعات لحد ما توصل، قبل الرحله ووقت الرحله بعد الوصول. الشيء الثاني المساحه هنا كانك جالس لك في بزنس او افضل من البزنس حقك. الشيء الثالث اللي هي توفير المال ارخص بكثير. احلى شيء ان نشحن جوالاتنا والبنك باور، انا طبعا كل شيء مشحون بس بعض الناس ما شحن. الاثنين اللي ورا المفروض انهم هناك تاخروا ومشى الباص خلاهم، اللهم لا شمال. وقفنا في استراحة في منتصف الطريق تقريبا، بغى يخم من الوقت. وقفنا في نص الطريق استراحة وبنكمل ان شاء الله. تعال تعال تعال، هذا وشو؟ هذا عود طال عمرك. عود؟ نعم. وريحته وش فيها كذا؟ ريحته مخمر لين ينشف ويضبط. اصور يا حياتي، جاي اصور المناظر. انتبهت شجرة قهوة. اوه تبوا انتم تدخلون المحلات. يو من قوة الضربة صفرت اذني. بعض الناس يسمونها زي لابسي وسط المدينة. الله 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 الله، بعدين نعلق عليها. خلاص جاء وقت البرد. منطقة دالات أبرد من المناطق الساحلية بحكم أنها جبلية، فدرجة الحرارة هنا تفرق عن المناطق الساحلية من 10 إلى 14 درجة تقريبا. المباني هذه الزجاجية في وسط الساحة مقابل البحيرة. أول مبنى هذا عبارة عن كافي 3 أدوار، والباقي والله ما أدري وش، ما جيت عليه الحين، لكن على حسب علمي أن تحتنا تحت الأرض حاليا مول صغير،
مقابل على طول يطلعك على الساحة هذه اللي فيها ساحة الاحتفالات، ومطل كذلك على البحيرة اللي تشوفونها هذه بحيرة دالات. تذكرون أول ما دخلت فيتنام كانت مباراة فيتنام مع الفلبين وفازوا وتأهلوا على الكاس، وفي الجهة الثانية تباروا تايلاند وماليزيا وتأهلت ماليزيا. اليوم هي مباراتهم على الكاس، لكن نظام المباريات عندهم على الكاس ذهاب وياب. في اليوم مباراة الذهاب بين فيتنام وماليزيا، يعني اليوم حفلة. هذا هو المول اللي تحت الأرض، حجمه لا بأس فيه، كبير، أكبر من المولين اللي أمس في نهدران. هذه مجموعة مطاعم تحت لكن ما فيها ولا مطعم حلال، لكن دور لك بيتزا جبن ولا سيفود أكل بحري. أجواء رهيبة، ذكرتني بأجواء كأس العالم في روسيا. روح شوي ونرجع لهم إن شاء الله قبل المباراة. امتلى المكان، امتلى، شوف الناس واقفين من كثر الزحمه، واقفين فوق وتحت. نروح لهم الحين، بدت المباراه. انتهى الشوط الاول، تقدم فيتنام 2-1 على ماليزيا. اتمنى ان ماليزيا تفوز تاخذ الكاس، لكن ما هي في هذه المباراه، ان شاء الله المباراه النهائيه. هذه المباراه ودي انهم يتعادلون او تفوز فيتنام علشان نشوف الاوضاع هنا والهجوه بعد المباراه والفوز، فرحتهم مثل هذاك اليوم. مباراه النهائي تعوض ماليزيا ان شاء الله وتاخذ الكاس. بحكم اني ما لقيت لبس على مقاسي، مالي الا الكشميريه. تعادلوا ماليزيا مع فيتنام 2-2، لا غالب ولا مغلوب، هذا احسن شيء عشان ننبسط اليوم. خلصت المباراة وتعرفون الجمهور وش يخلف ورا، لكن شغلهم سريع سريع. المباراة بداية من نص ساعة تقريبا، قربوا يخلصون المباراة. الغريب في الموضوع اني ما اشوف لبس موحد ولا اشوف شعارات، ما ادري هل هم تبع الحكومة او اجتهادات شخصية، شيء يفرح. واللي يستفسر من الخدم من فيتنام، خلوني بس أخلص وأسأل السفارة السعودية هنا، إذا الوضع في السليم شكلي بقلب الموضوع استقدام. لا فعلا اجتهادات شخصية، شوفوا هذه توها نازلة كانت جالسة فوق وشنطتها على ظهرها، خذت مكنسة طايحة وجلست تنظف، شيء جميل. الشرطة ذولا أسلوب هادي، لكن تأخير الرجال ما نزل من دبابه وجالس يبكي، نزلوه بالغصب قوات الطوارئ. هذول لابسين أسود حقين الشغب، رشاشاتهم معهم، شوف نزلوه اثنين بالغصب، جالس يبكي، خذوا دبابه وركبوه، شوفونه فوق وهو جالس هنا بين الناس يبكي. شوف بين هذه الدبابات ترى فيه دباب حق الشغب، وينه؟ خلي شوفه هارلي يا حبيبي، رشاشاتهم معهم. شوف شوف الدورية حدت لها واحد، شوف درباوي ثاني، حجرالة حجرالة، أيوة شفت كيف المداهمة، دبابين في أربعة. المسرح هناك وهذه هي البحيرة الجهة الغربية، هنا مركز المدينة، الأنوار اللي تشوفونها هناك، هناك الشوارع الحية والأسواق وكل شيء. والتوضيح هذا للي ما بواصلت الإحداثيات اللي بيشوف المقطع بعدين ولا في تداول، لكن أنتم توصلكم الإحداثيات إن شاء الله كل المواقع اللي زرتها. إيه لا لا سيلالوس.
أنا في فيتنام يمكن تغطيتي تكون شوي مختلفة، مو على الأشياء اللي معودكم أو في اختلاف بسيط، لكن البلد هذا جديد، لازم إني أصور كل شيء، أصور الشارع، أصور النهار، الليل، كل شيء. أنا الرياضية وخر مني. لازم إني أصور، أحاول أنقل قد ما أقدر الوضع، الشعب، كل شيء موجود أحاول إني أصوره، غير التقارير اللي بنزلها في نهاية الرحلة، لكن هذا ضروري لأن البلد جديد، لازم إنك تصور وتكثر سنابات. لو توصل إلى 100 سنابة ما هي بخسارة في بلد جديد أو بلد مجهول عن أغلبية السياح، الأغلبية. أما الرحلات اللي تكون لبلدان مستهلكة أو كثيرة الرجل الخليجية فيها، هذيك صح اللي تنقي أشياء تغطيها، تدور أشياء مميزة، تدور مواسم، فعاليات، شيء غريب حيث أنك تطلع وتميز بشيء. لكن البلدان المجهولة أو البلدان قليلة التغطية، فأنا أشوف أن لو تفتح سنابك من أول يوم لآخر يوم ما هي بخسارة، لأن في ناس يبغون يعرفون أكثر عن هذا البلد. هذا واجب علي، وإن شاء الله أني ما قصرت، وإن شاء الله أن التغطية معجبتكم. والحين دخلنا أحد الشوارع الموجودة هنا في دالات، والمشهور باسم السوق الليلي أو الشارع الليلي، ما أدري وش ذا النوعين صراحة ولا فهمت عليه، لكن النوع الثالث هذا معروف شاي. هذه البسطات وأماكن الشوي وبيع الأكل الفيتنامي، يجيك واحد باسط وحاط له كراسي، هذا واحد، هذا واحد، كل واحد عنده نوع، وأغلبيتهم حقين شوي صراحة. حتى لو حصلت هذول يسوون بحري، لا تأخذ منهم إلا متأكد أنهم ما حطوا أي إضافات ولا دهنوه بالزيوت اللي عندهم، لأنك ما تدري وش مصدر الزيت أو وش نوع الزيت، لأن البلد فيه 77 نوع زيت، أنواع كثيرة. الله يكفيكم شر الخمس، أبشركم إن شاء الله بلقى لي جكيت عند هذا الشايب يا رب. أنا أطيح في المحلات وأبحث، واحد يجي باردة مبردة كذا ويحصل على مقاسي. شو رأيك فيني؟ أصلاً طول عز. أعجبتني الإضاءة هنا، خلاص بكمل التغطية من هنا. وش تبون نتكلم عنه؟ وش تبون تستفسرون عنه؟ هذا مخبز شكله أفخم محل أصلاً في المنطقة، زين لحقنا عليه قبل لا يسكر. حصلت هذا الكولا عندهم 35,000، يعني 3 أضعاف السعر العادي والطبيعي عندهم. شو السبب؟ هذا السبب، اللي يشوف الأجبان اللي متعودين عليها وتوصلنا مثل البقرة الضاحكة لا تلقطها على طول، لأن ترى تفرق المكونات. شوف هذه مكوناتها، نشوف هذه الثانية. أنا احتديت عليها، ابتعد على الألوان، شوف الألوان ترى تميز لأنها داخل 3 ألوان، الأخضر زيتون، والأحمر هذا طماط، وهذا الله يكفيكم شره يزين الكولا العادي، بس أرجنال ولا أرجنال ولا خرابيط، طعم العادي أفضل من هذا بكثير. أسحب كلامي إن الفندق موقع هادي، الساحة قدامنا، كل واحد نازل بستيريو، اللي يغني واللي مشغل أغاني. مشكلة الجو بارد، ما في مكيفات أصلا، فلازم إنك تفتح النافذة أو البلكونة. والله مزعجين، ننام إن شاء الله، نقلب على الجهة الثانية. السلام عليكم، أسعد الله جميع أوقاتكم، كل خير من دالات فيتنام. اليوم راح نكون في شلال داتانالا اللي مقابلني الحين، وبعدها إن شاء الله راح ندخل الملاهي اللي بجنبه مباشرة. أنا أشرح لكم على السريع كذا. هذا مدخل الشلال، ومنطقة الشلال هنا داتانالا، ومقابلها هنا في نفس الساحة حقة المواقف مدينة الملاهي، وما تعتبر مدينة ملاهي قد ما هي أنشطة جبلية، مثل الزحليقة، مثل الزبلاين، مثل الأنشطة التسلق بين الأشجار، كلها موجودة مع هذا المسار، ولها تذكرتها الخاصة، ودخول الشلال له تذكرتها الخاصة. فاليوم راح نكون في هذه المنطقة بإذن الله. هذه اللوحة التعريفية قبل الدخول بالأنشطة الموجودة، ومسار التلفريك، ومسار الزحليقة، ومسار المشي، جميع الأنشطة اللي موجودة.
قصينا التذاكر بثلاثين ألف الشخص الواحد، والأطفال بعشرين ألف، وأقل من 12 سنة بخمستاشر ألف. التذاكر هذه للشلال ودخول المنتزه، هم الباقي تدفع حسابه هناك. للتلفريك تحصل هناك أهل التلفريك هم اللي موجودين عند التلفريك، تحاسب هناك على طول إذا تبغى التلفريك سواء ذهاب أو. أغلبية المحلات والدكاكين اللي موجودة مسكرة، هذا كافي، أما هذا المبنى هو حق العربات اللي هي الزحليقة. زين السعر مو كثير. هذه أسعار العربات، سعر العربة سواء بيركب شخص أو شخصين بستين ألف ذهاب، أما إذا تبيها ذهاب وياب بثمانين ألف. مع العلم الستين ألف تقريبا تساوي 10 ريال سعودي، والأطفال مثل ما هو واضح 30 ألف أو 40 ألف. خذينا العربة ذهاب وياب 80 ألف، 13.5 ريال تقريبا. ها؟ yeah, أوكي أوكي. شوف إحنا مجنتلين مجنتلين. استودعكم الله يا شباب. Yeah, go. سلام على الأجواء. صور ويضرب فراء والله يا باب. يا فنان. قول خايف قول. حاسب حاسب. الحمد لله الحمد لله يا رب. فزت عليه بالتحدي هنا. كذب والله اني فايز. شوف يطلع فلوس. وهذا هو شلال دلتن هلا. هذا هو شلال ذات نالة، هذه المرحلة الأولى والسهلة اللي الكل يقدر يوصل لها بعربات التزحلق أو الزلاجات أو الزحليقة. أول ما تنزل الشلال مقابلك. في تكملة مرحلة ثانية اللي هي التلفريك. التلفريك يمشي مع مجرى هذا الشلال تحت، هناك يكون فيه القفز من الشلال وفي تسلق الشلال، جميع الأنشطة المصاحبة للشلال كلها موجودة تحت، لازم إنك تركب عربة التلفريك وتكمل مسارك إلى الشلال تحت أكبر من هذا. وصلوا قروب جوج ما جوج اللي حتى الفيتناميين متضايقين منهم أهل الصين. للمعلومية أكثر السياح هنا في فيتنام هم من الصين، وبعدها تجي روسيا. هذه الإحصائيات الرسمية في فيتنام، بعدهم تجي مرحلة الهند، وأنا تراني معتبريني هندي. العربة اللي نزلنا فيها رجعتنا مرة ثانية إلى نفس المكان اللي بدون في عربة ثانية لكنها في الملاهي. العربة الثانية تمر مسارها يمر من فوق الشلال،
في المكان اللي كنا فيه قبل شوي، وشكل مسارها أطول من هذا المسار. هذه تعتبر خدمة توصيل من فوق لتحت ومن تحت لفوق. كانك قد الحركة اللي سويتها. ادخل ادخل ادخل، كمل اطلع. يا اكسكيوز مي بليز، الو شرطة صرت ما انت بقدها لعد تسويها. خلصنا جولتنا في منطقة شلال داتنا، هذه البوابة الثانية اللي تودي للأنشطة والألعاب. المكان يستحق الزيارة صراحة، وممتع، وفي كافيات وفي مطاعم وفي ألعاب ترفيهية للأطفال حتى، غير المناظر الطبيعية ما يحتاج شفتوها، وأساسية أصلا في كل المنطقة سواء في المنتزه هذا أو برا المنتزه. هذه المنطقة اللعب بين الأشجار والتسلق بين الأشجار والزبلاين، وفي عربة ثانية هنا موجودة بعد. هذا بالغلط، كيف جاي كذا؟ سبحان الله، شكله مهجم، استغفر الله العظيم. وهذا قراب اللي طلبناه، اعطي 77 حق 4 أشخاص، تقدر تحط خيارات 7 أشخاص. هذا من أهم المزارات اللي موجودة في دالات، أو من أهم المعالم اللي موجودة فيها، تقدر تستمتع فيه وتجول فيه. هذا يسمى البيت المجنون أو كريزي هاوس، وسعره للشخص الكبير 50,000 وللأطفال 20,000، وأقل من مترين أقل من متر و20 مجانا فري. تضحك أنتوا يا أصلا ما أحب العصير. أنتوا كيف جلستوا على كراسي البزران ذي؟ أنا بعرف بس. هذا هو البيت المجنون، مثل ما ذكرت أنه مزار. نفس الحكاية، أنه يوفر غرف للإقامة، الليلة تقريبا 35 دولار يعني 130 ريال لشخصين. توكم ما بعد شفتوا شيء. ممرات اللي كذا كثيرة، واتجاهات كثيرة، وسموها مجنون لأنه يلحس مخك صدق أي تنقلات فيه. بسم الله الرحمن. أنت من وين جيت؟ من طلعت. شلون كيف الممرات هي؟ خلنا نروح يسار. هذا مبنى جديد وثاني جالسين يعدلون الحين، بحيث انهم يخلون هذا مكان إقامة. بنروح نشوف اللي جاهز من زمان. توني اتبع النبوة. شوفوا كيف الممرات، هذا سلم ترى، وهذه السور، شوفوا كيف اشكالها. في تطوير في البيت المجنون، المبنى هذا جديد، وفي تمديدات انهم بيشبكونه في الارض اللي ورا بعد. شوفوا السور هناك شبه جاهزه. الحين بطلع فوق، بنزل هناك، ان شاء الله تضبط معي. بمشي كذا لين اوصل فوق. المشكلة في البيت المجنون انك تبي تروح لمكان معين او تبي اتجاه معين، تفاجأ انك ماشي غلط. لا
لانها مشربكه. جبت الشنطه ما ضبطت معي، دخلني داخل ذا المبنى. شوف الدرج كيف، هذا يعتبر درج عادي. ابو نواف ناصر، ترى ما ادري وين مضيع من دخلت، ما قابلته الا هذيك المره بس. طلالة البيت المجنون صدق مجنونه. شوفوا كيف الديره تحتي، هذيك هي البحيره. ناصر ناصر كيف الطريق؟ زين اني وصلت هنا، ما ادري وش الطريق. شوف الشربكه كيف، وهذه تعتبر تقريبا اعلى قمه في البيت المجنون اللي انا فيها حاليا. كيف وصلتها والله ما ادري. هذه الارض اللي اقول لكم الثانيه اللي شغالين عليها حاليا، شوفوا ربطوها بجسور بحيث انك تروح المنطقه الثانيه، اعتقد انه بيكون كافي او مطعم. ناصر ناصر ما تبالي. جدا هذا خلف الكواليس. البيت خطير للي معه اطفال، خطير للي توازنه مو بثقة. هذا مثال على الغرف او السكن اللي موجود، غرفتين او الاربع اشخاص بالاصح، سرير الشخصين بستارة، هذه بلكونة خاصة، هذه الصالة والجلسة ودورة المياه وانت بكرامة، وهذاك السرير الثاني حق شخصين كذلك بستارة. يعني هذه تعتبر مثل الشقة، غرفتين وصالة. هذا النوع الثاني الاربع اشخاص كذلك لكن بدون بلكونة. هذا النوع الثالث اللي هو حق شخصين، غرفة واحدة بصالة جلسة كبيرة ودورة مياه وانت بكرامة، هذا اللي بسعرها 130 ريال، 35 دولار. هذا النوع الثالث اللي هو حق شخصين، غرفة واحدة بصالة جلسة كبيرة ودورة مياه وانت بكرامة، هذا اللي بسعرها 130 ريال، 35 دولار. الإضاءات والجلسات اللي موجودة هنا في البيت المجنون مجنونة صراحة ورهيبة، حتى المباني راح تنور وتغير ألوانها. لكن اللي بيسكنه هنا يتحمل الإزعاج، أما اللي يحب يتعرف على الناس ويجونه في مكانه فيحجز هنا، لأن كل السياح اللي في البلد راح يزورونه. هذا الريسبشن وهذا اللوبي حق الفندق. لوبي عاقل ما هو مجنون. قبل شيء اقول لكم الغرفه ب 130 او ب 35 دولار، وحق شخصين، هذه حق شخصين وهي اصغر حجم اللي قبل شيء صورتها، اعتقد هذه اللي سعرها 130. بيت المجنون في دالات في تنام، سعر الدخول ب 50,000 دانغ، وفي نفس البيت في اماكن اقامه. سعر الغرفه شخصين تقريبا ب 35 دولار او 130 ريال سعودي. البيت يستحق الزياره والمكان رهيب سواء في النهار او في الليل، واحسن توقيت انك تجيه قبل المغرب نص ساعه او ساعه بحيث انك تعيش الجوين في هذا البيت اذا انت ما انت بساكن او مقيم في هذا البيت. البيت هذا تسبب على جوالي وطاح جوالي وانكسر، والشاشه الحين ترى ما اشوفكم زين واصور بدون ما اشوف. استودعكم الله. تو قول لي تو. اللي ما يبي يضيع خلاص. اوكي تو. اقول اقطع العلاقه انت وياه، عادني بروح اخوي على يزيد الراجحي. مو بليزكم ما حد قال ابشر بالعوض شيء.
قسم بالله ماني بناقصك. طايح الجوال ومنكسر وما هم من زين صوتك جايني آخر الليل تغني. نال الله وإنا إليه راجعون. أنا ما أدري هو من جدة ولا يستهبل.